سلام لكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم موديل البلوزه اللي شايفينها قدامكم. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. هعمل معاكم باترون الخلف. الاول عندي دوران الرقبه 6 سنتي عرض، 1.5 طول او 2 سنتي طول، وهاخدهم بدوران بالشكل ده. عرض الظهر 18 سنتي، ميل الكتف 4 سنتي، طول حردة الإبط 23، طول الوسط 42 سنتي. عندي طول الجنب 18 سنتي وطول البلوزة الكل 65 سنتي، طبعا الطول على حسب رغبتكم. دوران الصدر عندي 24 سنتي ناقص 1 سنتي يبقى 23، لأن أنا بشتغل في الخلف. دوران الوسط عندي 19 سنتي ناقص 1 يبقى 18، زائد 2 سنتي زائد 3 سنتي يبقى 21، وهضيف 1 سنتي كمان علشان انا عايزه الوسط يكون واسع، عايزه البريزه كلها تكون واسعه ما تكونش متقسمه قوي، هيبقى 22. عندي دوران اكبر حجم 25.5 ناقص 1 سنتي يبقى 24.5. كده هيكون رسمت باترون الخلف. طبعا انا مش عامله بنس علشان مش عايزه البلوزه تكون ضيقه من عند الوسط، انا واخده زياده البنس بس انا مش هعملها. عملت طول حردة الابط 23 وطول الوسط 42 وطول الجنب 18 سنتي، طول البلوزه الكلي 65، طبعا ده يرجع على حسب رغبتكم. الطول في الخلف ما بيفرقش عن الامام. عندي دوران الصدر 24 زائد 1 سنتي 25، طبعا هتشتغلوا بالمقاسات الموجودة عندكم مش بالارقام اللي انا بقولها، ده مقاس 46، فالمقاس 46 يشتغل على المقاسات اللي انا بقول عليها. عندي دوران الوسط 19 سنتي زائد 2 سنتي زائد 1 سنتي يبقى 20، وزائد 2 سنتي مقدار بنس يبقى 22. عندي دوران اكبر حجم 25.5 زائد 1 سنتي يبقى 26.5. عندي دوران الرقبه 6 سنتي طول و 6 سنتي عرض. كده هيكون عملت دوران الرقبه، هطلع 1 سنتي بالشكل ده. عرض الكتف 13 سنتي، هاجي في نص طول حردة الإبط وأدخل 1 سنتي بالشكل ده، بعدين هعمل دوران حردة الإبط أو دوران الإبط، هطلع 7 سنتي من عند الجنب وهعمل دوران، برضو الدوران ده على حسب رغبتكم. عندي عرض الكرافت 3.5 سنتي او 4 سنتي على حسب ذوق، انا هنا هعمله 3.5. انا هنا عملت المقاس ده 3.5 سنتي، برضه هعمله في الخلف 3.5. ده القماش اللي هستخدمه هيكون عندي 1.5 متر او 2.25 متر.
هجيب بطانة بالطريقة دي، وهثبتها بالشكل ده، وهاخد مقاس المرد. انا هعمله في حدود 5 سنتي، ادي 5 سنتي، وفي العرض هيكون 2 سنتي. وهقص بالطريقة دي، دلوقتي هقص الكولا. الكولا ممكن تخرجوها بالشكل ده وتفرغوها من الباترون وتعملوها بالطريقة دي، او ممكن تعملوها كروش زي ما انا عملتها معاكم قبل كده. ده كده الامام، وده اللي من قدام. اللي من قدام مفروض ان هيكون مقفول، فهخليه على قماش بالشكل ده مطبق مقفول. وهجيب الكتف احطه على الكتف بالطريقة دي، بس هنا القماش هيكون مطبق على 4 علشان الكولا والبطانة بتاعتها. كده القماش على 4، مطبق على 4 بالشكل ده، ادي كده طبقته على 2، وهطبقه مرة تانية يبقى مطبق على 4. وهجيب الامام اللي على المقفول، وهثبته بالطريقة دي، وهجيب الكتف. طبعا من الخلف هيكون في مرد، عشان كده انا مخلية الكولا مفتوحة بالطريقة دي. هقص فازلين، الفازلين هقصه على الباترون مش على القماش، وهثبته، وهنيجي برضو نشوف هنكمل ازاي. دلوقتي هقص الأكمام. عند الكم هيكون عرضه 20 سنتي، هقسم المسافات بالشكل ده. رأس الكم هتكون في حدود 12 سنتي، وهعمل دوران الكم بالطريقة دي. أنا من تحت مش عايزة الكم يكون أسرع، أنا عايزة يكون واسع، وهركب له أسلب. هدخل في حدود 3 سنتي بالشكل ده، يعني هيبقى الوسع ده 17 أو 18 سنتي. أنا عايزة نظام وسع، وهركب له أسلب. هجيب الأمام بالشكل ده، وهدخل 1 سنتي دوران بالطريقة دي. دلوقتي هقص الكرافت. الكرافت ممكن تقصوه على قماش موروب لو تحبوا، لكن لو هتقصوه على قماش عادي مفيش مشكلة. الكرافت انا قصاه بعرض القماش كله 150 سنتي، والعرض ده 10 سنتي، بحيث ان مطبقه بالطريقة دي هيكون العرض 4 سنتي وواحد سنتي خياطة. المرد اللي من قدام انا كنت قصه فيه بطانة صغيرة، هقص البطانة دلوقتي على الحجم كله علشان عندي قماش زيادة. انا مش عايزة البطانة الصغيرة، انا عايزة البطانة تكون بدوران الرقبة كله. ده كده الامام، ثبت فيه فازلين بالشكل ده في المرد، ودي البطانة برضو ثبتها في زين. ده الخلف، هعمل فيه المرد في حدود 7 سنتي، يعني مش كبير. ده شريط البيل اللي هركبه في المرد بتاع الخلف، بس الأول هركب الأمام والخلف من عند الأكتاف، وهنيجي نشوف هنكمل ازاي. دلوقتي هجيب الكولا وهقيس مقدار المرد. هجيب البلوزة بالشكل ده من الامام، وهاخد مقدار المرد كام سنتي، وهاخده على الكولا. هعمل علامة النص في الكولا، وهركب الكولا بالشكل ده، وهاخد العلامة بالقلم. هاخد مقاس المرد بالقلم بالطريقة دي،
بعدين هجيب الكولا من القلبة وهاخد المقاس ده هخيطه، هقلب الكولا بالشكل ده وهخيط المقاس بتاع المرد ده كده مرد الأمام. هخيط السبعة دي بس وهعمل فتح، وبعدين هعدلها لجوه. بعد ما خيطت الكولا بالشكل ده هعمل هقص بالطريقة دي لحد ما اوصل لمكان الخياطة او بداية الخياطة. بعدين هعدلها. هيبقى ده شكله او شكلها، شكل الكولا. ده كده المرد السبعة. بعد ما خيطت عملت له تفتيح بالشكل ده. ممكن اخيطه بالطريقة دي علشان لما اجي اركب الكولا يكون سهل معايا بالشكل ده. ده مرد الخلف. مرد الخلف عايزين تعملوه بطانة او تعملوه بيه زي ما انا عاملاه كده، يعني على حسب ذوقي. هجيب الكولا، شايفين السنت اللي انا مخليه او مقصوص بالطريقة دي، هجيب ناحية منه هركب بالشكل ده على العدلة. شايفين ده كده البلوزة على العدلة. هركب اول ناحية بالشكل ده، ادي الكولا اهي. وهثبت الناحية التانية برضو بنفس الطريقة. ادي كده شايفين طبقة واحدة بس من الكولا اللي انا بثبتها. وهخيطها وهنيجي نشوف هنكمل ازاي. ده شكل الكولا بعد ما خيطتها. هاجي الخطوة التانية، هجيب الكولا بالطريقة دي والطبقة التانية هتنيها لجوه. شايفين ادي الكولا وادي البلوزة. انا ركبتها معاكم قبل كده الكولا دي، فهتنيها بالشكل ده وهثبتها بالابر او اخيطها بالابر والخيط قبل ما احطها على المكنة. هي سهلة جدا على فكرة. بعد ما ثبتها هخيطها بالشكل ده. انا عاملة الناحية التانية علشان اوريها لكم، هتبقى بالطريقة دي. وده كده المرد اللي في الخلف. هركب زراره هيبقى بالشكل ده. هخيطها وهركب الاكمام وهنيجي نشوف شكلها النهائي. دي البلوزة بعد ما شطبتها وركبت الكم من تحت، هعمل لها سرفلة وهعمل تانية عادي خالص سنت واحد بس. هاجي على تركيب الكرافت، هعمل كرافت بالشكل ده من النص، هقسمه بالنص بالطريقة دي وهركبه بالشكل ده. هخيطه خياط عادية خالص وبعدين هيتربط في يونكا زي اي كرافت، هيتخيط بالشكل ده. دي فكرة الكرافت. ده شكل البلوزة بعد ما اتشطبت. ده شكل التاني زي ما شايفين، التاني سنت واحد بس على السرفلة. ده برضو الكرافت. ده شكله طبعا هتربطوه على طريقتكم. وده شكل الزرار والمرد اللي من الخلف. ده برضو شكل الكم. الكم جميل جدا وهو سهل جدا، هتخليه واسع وتركب الاستك مفهوش تفاصيل يعني. ده شكل المرد اللي من قدام، هحاول اوريه لكم بالشكل ده. تقدري تتحكمي فيه، تقدري تصغري
او تقدر تكبر فيه، انا على حسب ذوقك. وهنشوفه في اللبس، ده شكل البلوزة في اللبس، ده شكل الكولا وده شكل الكرافت، ده المرد زي ما شايفين، ده شكل المرد اللي من الخلف. ده برضو شكل الكم. ده برضو فكرة تركيب الكرافت، زي ما شايفين هو بيجي من النص ويتركب بالشكل ده. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، اتمنى تكون طريقة سهلة وكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.